لو انت حابب تكون احد الاشخاص اللي عم ياخذوا الهدايا على البث المباشر، كل عليك انك انت تكتب لي تحت بالتعليقات كود دعم الايتم شوب ليموتس اللي انت بتستخدمه، وتحط لايك وتشترك بالقناه لو انت مالك مشترك، وتشارك المقطع مع اصدقائك. فان شاء الله بهذا المقطع رح اشرح لكم تحديات الاسبوع السادس بشكل كامل، واقولكم عن موضوع التحديث الجديد اللي قادم معنا خلال هالاسبوع. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبه لتحديات الاسبوع السادس يا شباب، موجودين معنا مثل مظاهر امامك هدول هن، فان شاء الله رح اشرح لك اياهم بشكل كامل بالنسبه للتحديات الابيكيه، التحديات الاسبوعيه والتحدي الليجندي. ولكن قبل هيك بدي اقول لكم معلومه بسيطه جدا، انه هذا التحديات تبع الاسبوع السادس اخر تحديات معنا بملفات اللعبه، يعني اعملوا حسابكم رح ينزل خلال هذا الاسبوع تحديث جديد باسم 15.21، ورح تنزل فيه بعد التسريبات الجديده الخاصه بالاسابيع السابعه والثامنه والتاسعه والعاشره لو شركه ايبك جيمز نزلتهم. فانا حبيت اضيفكم هاي المعلومه مشان يكون عندكم فكره بالنسبة للتحديث القادم. بالنسبة للتحديات، سبع تحديات رح اشرح لكم اياهم بشكل كامل ومفصل، وهن كثير سهلين الصراحة هذا الاسبوع، وسهلين وحلوين بتقدر تساويهم بكل سرعة. وبالنسبة للتحديات يا شباب، التحديات رح يكون معنا سبع تحديات سهلين جدا وبتقدر تساويهم مثل ما قلت لكم. وخلينا هلا انكم بالنسبة للتحديات، تحديات ان شاء الله. اول تحدي بيطلب منك انك انت تدمر اماكن الصيد البيضاء اللي ظاهرة امامك باستخدام المتفجرة. الموضوع سهل جدا بس لاشرح لك يا مظبوط. بيطلب منك تدمر ثلاثة بثلاث اماكن مختلفة على راحتك، انت بتقدر تساويها باي مكان بدك اياه، اذكر لك اياها هلا. اول منطقة اللي هي منطقة شارك، وتاني منطقة اللي هي منطقة سويتي، والثالثة اللي هي منطقة فلوبر. هدول ثلاث اماكن بتقدر تدمر فيها المنطقة البيضاء اللي انت بتصيد فيها سمكة بكل بساطة، مثل مظاهر امامك بالمقطع اللي انا عم بحكي اختصارا للوقت. هذا المقطع بتاخذ قارب او بتاخذ جرينيد اللي انت بريحك، يا قنابل يا قارب. بتروح على اي منطقة صيد بيضة وبتضرب عليها الصاروخ او بتضرب عليها التفجيرات لحتى تقدر تفجرها وتخلص هذا التحدي. بيطلب منك تعمل ثلاث مرات باحد هدول ثلاث اماكن ظاهرة امامك على الخريطة، وبيخلص معك هذا التحدي. وبالنسبة للتحدي الثاني، التحدي الثاني يا شباب سهل جدا وبسيط. بيطلب منك انك انت تكسر ثلاث قوارب مائية. هدول ثلاث قوارب المائية يا شباب اللي احنا بنركبهم، اللي هلا انت ورشتك كان انت عم تساوي التحديات. كل عليك انك انت تروح على اي مكان فيه قوارب او حتى القوارب اللي الناس راكبتها وتفجر، تضل عم تضرب عليه اي شيء كان ار بي جي اي شيء كان، المهم انك انت تفجره على الاخير وبيخلص معك هذا التحدي. بيطلب منك ثلاثة من اصل ثلاثة، فانت خلص الثلاثة باي مكان وباي جيم تخلص هذا التحدي. اقتراحي لكم كل عليكم انه انتم تنزلوا منطقة ديرتي اللي ظاهرة امامكم، بتلاقوا قوارب معلقة، بتروحوا بتاخذوا اي سلاح وبتضلوا عم تقوصوا عليها لتنفجر بتخلصوا هذا التحدي. وبالنسبة للتحدي الثالث، التحدي الثالث نفس التحدي الاول، بيطلب منك انك انت تفجر برك المي تبع السمك، ولكن بثلاث اماكن، والثلاث اماكن لازم تساوي فيها هذا التحدي، انت مالك مخير يعني. بالنسبة لهذا التحدي بيطلب منك ثلاث أماكن لازم تعمل فيها، المنطقة الأولى اللي هي منطقة ليزي، المنطقة الثانية اللي هي ليك، والمنطقة الثالثة اللي هي منطقة ستيمي. هدول هن الأماكن اللي أنت بتقدر تساوي فيها التحدي فقط لا غير، ما بتقدر تساوي بمكان ثاني. طبعاً أنا هلا رح أورجيك مقطع وين الأماكن بالضبط، لأنه لازم أورجيك وين الأماكن بهذا المقطع وأرجع لكم. وبالنسبة للتحدي الرابع، التحدي الرابع بيطلب منك انك انت تصيد سبع سمكات بسبع اماكن مختلفة. اتس اوكي، الموضوع كتير بسيط، كل عليك انك انت تاخذ اي صنارة اي هاربون وتروح اي مكان تصيد فيه سمكة، بعد ما تصيد هالسمك بنحسب لك واحد من سبعة، بتضل عم تصيد لتصيد سبع سمكات وبيخلص معك هذا التحدي. التحدي هذا بتقدر تساويه بكذا جيم، بتقدر تساويه بجيم واحد، الموضوع سهل عليك وبيكون بكل بساطة. وبالنسبة للتحدي الخامس، التحدي الخامس بكل بساطة بيطلب منك انك انت تستدعي المرجانات البحرية، بس هذا هو التحدي بكل بساطة. هذا التحدي يا شباب لحد هلا انا ما بعرف شو هو، يعني انا عم صور هذا المقطع ما بعرف شو هو، ولكن هلا وقت تنزيل المقطع رح يكون وقت التحديات، رح منتج ورجيك كيف تساوي الفيديو، فشوف انت الشرح اللي هلا بعد كلامي رح يكون وتخلص هذا التحدي.
وبالنسبة للتحدي ما قبل الأخير، التحدي ما قبل الأخير بيطلب منك أنك أنت تدمر القوارب، ولكن مو القوارب اللي إحنا ذكرناهم بالتحدي الثاني، القوارب الخشبية الثابتة المعلقة على الحيطان والمرمية بالأراضي. هذا التحدي بتقدر تساويه بمكان واحد اللي ظاهر أمامكم، كل عليك أنك أنت تروح على هذا المكان، بتلاقي قوارب كتير بالأرض بتروح بتكسر سبعة وبعد منها بيخلص معك هذا التحدي. راح أورجيك مقطع بسيط وأرجع لك. وبالنسبة للتحدي الأخير معنا، التحدي الأخير بيطلب منك أنك أنت تكسر سبع براميل صيد لحتى تخلص هذا التحدي. طبعا براميل الصيد اللي ظاهرين أمامكم هدول هنن أي مكان فيه بركة مي بتخلص هذا التحدي عنده، بتروح بتكسر هدول البراميل وبيخلص معك هذا التحدي. ما بيطلب منك تكسره بيكاكس، ما بيطلب منك تكسره ولا أي شيء، كليك أنك أنت تروح تكسره وخلص الموضوع هيك. فهذا هو بالنسبة للتحديات تبعات الأسبوع السادس. خلي عنكم المعلومة إنه إن شاء الله لح يكون عنا إنه لكم تحديث قادم الأسبوع القادم، أو لح يكون عنا هذا الأسبوع تحديث إن شاء الله من يوم الخميس لليوم الخميس القادم. اعملوا حسابكم في تحديث وجهزوا الباقات وخليها مخرطشة على الضرب على طول. فكون دعم الأتم شوب ديمو 9 وبرعاية الله.